في البحث في المشهد المصري عن سبل احتواء العنف وعدم الانجرار الى سيناريو الفوضى، معنا الاستاذ مصطفى الجندي، العضو المؤسس بحزب الدستور وعضو جبهه الانقاذ. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك. حاله العنف اللي الشارع شافها وزادت بشكل كبير مع الذكرى الثانيه للثوره، ايه اسبابها من وجهه نظرك؟ اسبابها هي ردود افعال الحقيقه، يعني هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. يعني لما الشباب السلمي ينزل يلاقي اسلحه ويلاقي نفسه بيتقتل وبيلاقي نفسه قدام ميليشيات وبيلاقي نفسه قدام بلطجيه وبيلاقي نفسه محاصر بلا قانون، بالاجواء الموجوده موجوده من بدري، موجوده في الشارع المصري من بدري، موجوده من اول ما تم محاصره الدستوريه، موجوده من اول ما القضاء اللي نزلوا الشوارع، موجوده في مصر. هم خلقوها، هم خلقوا هذا الجو، هم اللي خلقوا الجو اللي احنا عايشين فيه، العنف اللي احنا عايشين فيه، هم اصحابه، هم من بداوا. والبادي اظلم اي عنف اللي بيتم، العنف اللي هو بالأسلحة اللي بتموت الشباب، ما نشوف مين اللي بيموت في الآخر، ما نشوف مين اللي بيتسحل في الشوارع في الآخر، ما نشوف آلة القمع اللي بتسحب الولاد اللي عنده 14 سنة مرميين في سجون وهم المفروض يكونوا مع قاضي طفل. هناك اتهامات بتوجه نحو الشرطة باستخدام العنف والقوة المفرطة في التعامل مع حركة الشارع، شايف الاتهامات دي لها محل من الصحة؟ طبعا، لأن بسيطة، يعني أنا مش هتهم الشرطة، الشرطة طالعة من خبرة سيئة جدا بعد 25 يناير ووضع الشعب بالنسبة لهم وبتحاول تتعافى. لو ما كانش الشرطة عندها غطاء سياسي من رئيس الجمهورية لا يمكن كانت هتتصرف بهذا الشكل. الجبهة في انتقاد واضح موجه ليها بأنها عدم تعاطيها بشكل سريع مع إدانة العنف خلال أحداث ذكرى الثورة وصف بأنه غطاء سياسي للعنف. إحنا ما إحناش بتوع كتايب ولا ميليشيات ولا سلاح، إحنا شبابنا وناسنا اللي بتنزل ما لهاش ولا حزبي، بتنزل كمصريين، نزلوا على لمة جبهة الإنقاذ، على توحد جبهة الإنقاذ. الناس اللي بتنزل في الشارع ما هياش بلطجية، الناس اللي بتنزل في الشارع مصريين رافضين لنظام بلطجي، نظام أخذ كل شيء بالبلطجة، أخذ الدستور بالبلطجة، أخذ الجمعية التأسيسية بالبلطجة، أخذ محاصرة الدستورية بالبلطجة، نظام بيستخدم القوة الخارجة عن القانون، نظام خارج عن القانون. هو ليه مبادرات الحوار فشلت من وجهة نظرك؟ لأنهم لا يريدون الحوار، هم أخذوا ما يريدون وليسوا على استعداد إن هو يديك حاجة تانية. هناك اتهامات للمعارضة بأنها بتمارس ديكتاتورية الأقلية وانها بتحط دايما شروط تعجيزيه وبالتالي دايما الحوارات او الحوار الوطني بيفشل نهائيا. يعني انا على ما اظن ان جبهه الانقاذ من مده كده سموها جبهه انقاذ مرسي من كتر ما هي مشيت وياهم حقنا للدماء. لما جه الاستفتاء احنا قلنا لا مش هنشارك في الاستفتاء لان هذا الدستور باطل من اصله، من نبته باطل، واحنا بنقول انه باطل، يبقى ازاي اخش الاستفتاء؟ الشباب عاب علينا بعد كده ان احنا دخلنا، يعني احنا تسهلنا اكتر من لازم بالنسبه للشارع. فكره ان يخرج المواطنين في محافظات القناه الثلاثه ضد الحظر والتظاهر ضده، هل ده بيضعنا امام سيناريو المواطن في مواجهه الدوله وده يكون تمهيد لسيناريو الفوضى؟ لا، ده بيقول لنا ان الشرعيه الثوريه هي اللي حاكمه وان الثوره مستمره والثوره لسه ما انتهتش والشارع هيتم يطلع ويخرج ويقول رأيه لغاية ما يشوف في بلده اللي هو حلم بيه، لغاية ما حق الغلابة يوصل له، لغاية ما البلد فعلا تتغير وما تبقاش جماعة ولا واحد وابنه ولا راجل ونسايبه ولا جماعة، لا، رئيس لكل المصريين. اليوم دوت ويوم ما يبقى فيه قانون بيسري على القوي قبل ما بيسري على الضعيف، الشباب هيرتاح، لكن احنا مش هنرتاح لغاية ما بلدنا تتغير. اللي مات ما ماتش عشان نشوف اللي احنا فيه. استاذ مصطفى، من وجهة نظرك ايه الخطوات اللي ممكن تتخذ بحيث انها تحتوي العنف في الشارع المصري وما ننجرش لسيناريو الفوضى؟ ان احنا حقيقي يعني نمره واحد، نعترف باخطائنا ونحاسب من وقع في هذه الاخطاء. الوضع دلوقتي خطير، اللي جاية هتبقى ثورة جياع وهنا محدش هيقدر يقف قدامها، لا إخوان مسلمين ولا جبهة إنقاذ ولا شرطة ولا جيش. الشرعية الثورية هي الشرعية حتى يكتب دستور يرضى عنه الشعب، حتى يكتب دستور يأتي بالعيش مش بكوبون بتلات ترغفة، العيش، ما يجيبش ناس كل همها هي المراكز، لا، يجيب ناس توزع
على الناس الغلابة اللي في البلد دي. أستاذ مصطفى الجندي، عضو جبهة الإنقاذ والعضو المؤسس في حزب الدستور، شرفتنا في نبض الشارع على الحرة. أهلا بيك.